جينا باش نشوفوا داك تسيت لي سميت المهم داك اللاعب اللي جاب سان بيترسبورغ من واو مرحبا بكم بلوغ جديد لكن قبل ما والي نقول لكم مرحبا بكم من ناقص واحد الانسان يقول لكم فغادي نرجعوا واحد سيمانه اللور علاش اصلا هذا الفلوق دار كان فرجعوا سيمانه اللور وغيهضر معكم اسماعيل اي اهلا ومرحبا بكم في فلوق جديد مع عبد الرحيم. ديك المره قلنا لكم غنسالوا بعد غنمشيو نقضوا غرض بعد التيكيات. دابا حنا كاينين في الملعب ديال يكاترينبورغ وغادي ندخلوا نتفرجوا في الماتش ديال يكاترينبورغ مع زينيت سان بيترسبورغ. وعلاش جينا لهنا؟ جينا باش نشوفوا داك تسيت لي سميت المهم داك اللاعب اللي جاب سان بيترسبورغ من جابته من الجوفي. نسولوا علامة اسماعيل ما عارفش حتى سميت اللاعب اللي جاي تفرج فيه ودير بارك فان داكشي. هذاك اللاعب كلاوديو ماركيزيو. انا مشيت باش نتفرج وشريت التيكي ديال الماتش اصلا كامله على كلاوديو ماركيزيو. باي ذا واي البارح الاورال غلبت سبارتاك موسكو في كاس روسيا يعني تاهلوا للنصف النهائي، فكنتمنى يلعبوا مع شي فرقه مزيانه ونمشي نصوروا شي فلوكس. نخليكم تكملوا اسماعيل نكمل قبل ما تكملوا ولا بلاتي خليت الاخر دلوق وتعرفوا واش كاين تحت الطاكي. دابا حنا التيكي ديالنا اللي عطانا نجو جالسين تحت الجمهور اللي كيشجع سان بيترسبورغ. ها انتم كتسمعوا النوضي الحاحه باقي كاع ما دخلنا للتيران. حنا دخلنا عبد الرحيم سربي صاحبي. المهم جايين معطلين بربع ساعه خصنا نمشيو نتقاتلوا باش نشدوا بلاصتنا عليك كون جالس فيها شي واحد. المهم حنا دخلنا للتيران حنا وصلنا وما حنا شدينا البلاصه ديالنا خصكم تعرفوا بعدا فين جالسين. اول مره نجلس شي تيران في هذا القرب الشبكه تاع الدرجه هذه. انا نوريكم فين جالسين وانتم كتشوفوا الشيء مع الشبكه حنا فين جالسين. جينا حدا الكورنر. سير 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 سواي 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 يلا هاي الكبير سير ايه هاي الكبير عندك عليك عمركم شتو مغاربة جايين كيجيو مغربي كيعيطو في تمام الوقت مهني وجري هما مسوقياش ومطلعين. ولكن المضحك كامل هو ان بنادم كيطلع لنا وكيشوفنا في الاخر ديال الماتش كنعقل في الاخر ديال الماتش كانت وقعت شي حاجه زوينه. المهم خليكم تكملوا الفوق نتمنى يعجبكم كمل تفرج نحيد الطربوش لا بالله الناس ديال الانستغرام عارفين علاش كنهضر. الله الله زمتهم بالبيت في الدقيقة شنو الدقيقة هادي؟ دقيقة 42 عرفتي حتى دابا حنايا كاملين كنشجعوا الفرقة على هاد المدينة إلا دخلنا اللي حنا كيدار في التليفون ماركة دابا البيت غوت بوحدة دار ديك الغلطة صغيرة دار واحد تصاحبته راه تاهي كتشجع لا ضرب ضربة لاخر وين دار ديك واو شوية خلي عاودي خلي ضاربو شي واحد عرفتي هذيك حنين هذيك ويسكت وبعد سنة الشوط الأول خاصني واحد الزير ونتمنى لكم داك اللعاب الإيطالي اللي شفنا في ملاعبش. ولكن إن شاء الله أنا هذا الماتش علاش جيت ليه باش نشوف داك اللاعب الإيطالي وغادي نمشيو إن شاء الله ملي يكونوا خارجين ضروري غادي نتلاقاو معاه باش سنينا في سنينا في شي حاجة في شي تريك. كاين واحد الدري مغربي هنا ما عرفتش واش غنمشي نشوف نقلب إلا نقدر نلقاه حيت الدنيا عامرة هنايا غنمشيو نشوفو ونشوفو. عندي واحد كبير في الدار هو عثمان لقيتو حتى شنق عليا حيت درابو ديال المغرب. المهم سحام كاين هنا بنادم كيقصي انا تفكرت سميت قلتي ماركيزيو كلاوديو ماركيزيو ما ملعبينوش با. المهم حنا غادي نرجعو للبلايص ديالنا وهذا غن اي شي معانا يريح معانا شي كلشي خلو يريح. هو انضم لينا عثمان هنايا داير فيها تا هو راه كيشجع الكره عطينا وجه هذا النهار هذا شفتها شحال شريتي هذيك شي 1500 تقريبا شفتها لاصقه لا هكا داخله. عثمان عثمان ما تضربوش هنا عثمان الله 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 الله
ما تسلفاته هو مغربي ما عرفش واش كتبان لكم مزيان ولكن دوك راه نصهم معري حتى دوك ديال الزينيت هما الفوق منا معريين بازين حنا كنتكلاصو بالبرد ها هو فين هو عثمان ها هو عثمان يلعب كورني هادي هي الاخر عطاهم ثلاث دقائق الاشواط الحال سهل الماتش وخسروا بواحد الزيرو دابا غادي نحاولوا باش نشوفوا اللعبه في هاد الظروف كويس من بعد ما سير الماتش ومشينا كلينا وسهرينا وتحنا دابا حنا كاينين في الطوبيس وغادي نتحرك كل واحد على المول الكبير سميتو ميغا عشان باش نقضوا شي غرضات باكاجم هاد النهار ديال الكره تحسبها لي بيجينا مشينا المول باف تاع ريس لقينا هما تري участника دايرين ديك الفرقه ديالهم ديال الهوكي потом باف اليزمنت مي كانيس уже определили кто будет победителем и кому достанется шайба которая очень важна к этой уناقلين ليهم كيفاش البناء у нас мега трансляция почему бы и нет мега подарки мега подарки كنصور في داك الفلوغ عرفتي الا برد كان هو ما كانش درجه الحراره ناقصه بزاف كانت شي ناقص 3 وقيلا ولا كانت ناقص 2 ولكن كان الريح بزاف عرفتي تخيل معايا تبقى جالس 90 دقيقه ديال الماتش وقبل وما بين الاشواط ومور هذيك وشحال جالسين البرد ديال بصح يعني كنحس بالبليديه وبعض الاطراف من الجسم ديالي راه مابقيتش كنحس بهم مع ذلك صورنا حتى الكاميرا اول مره كدير لي هذه القضيه هذه بصيت كنحس ضربت بزاف وحسيت بها واخا كانت مشرجي ما مشرجياش بزاف ولكن مشرجيه تقريبا النص كنصور بها وكتطفى كنصور بها كتطفى كنشعلها وكنتقاتل باش نكمل لكم هذا الفلوغر خوت فري هذا شي شويه ديال الدعم ثاني بلا ما نبقى ثاني نهضروا كدا وان ولا لا وما فاتئه واخوات كما شفتوا في الفلوغ ومن بعد ما تسالى الماتش كيف العاده انا في الماتشات الاخرى اللي كندخل ديما كان مغربيز ديالي كنهز الكاميرا وكنبدا نلوح شي كلمات بالانكلي كنزرب على الرواسة وكندوز لديك المنطقه اللي اصلا انا ما مخلصش تماما باش ندخل ليها اللي كتكون منطقه حدا المنصه داكشي كتكون غالي شويه وكندوز وكنخرج من المنصه الشرفيه حتى كنوصل ديك البلاصه اللي كيوقف كيكون فيها واقف الكار ديال الخصم والكار ديال الاورار كيخرج اللعابه مضرب معاهم التصويرات اليوم كان مع الدر اللي شفتو عثمان مغربي تا هو عاد جاد العميق راه هنايا انا نخليكم القناه ديالو تا هو راه فتح القناه في يوتيوب غنخليكم تحت وعبد الرحيم انا هزيت الكاميرا وما معايا قلت لهم صافي ندخل دخلت مشيت كنصور قلت لهم هاي 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 دوك اللي الدراري الفولونتيرز اللي كيكونوا تما شويه كندور ما كنلقاش بنادم قدامي ويلي فين نتوما هادشي على اساس انني غنمشي نشوف ماركيزيو ولا كلاوديو ماركيزيو حيت قلت مادام هو ما لعبش في الماتش كيفاش الشغل حتى يكون جا مع البعثه وداكشي وين كيتفرج لي سوء الحظ كندور ما لقيتش صحابي ما خلاهمش يدخلوا ويلي مغاربه ديروا التصنطيح حيت دابا واحد الحاجه تعلمتها فاش جيت الروسي انك رواسه فاش اكثريه اللي جون فاش كتهضر معاهم لونغلي وداكشي اكتين في هاد المدينه ما عرفتش واش المدن كاملين هكا بحال اللي كيحشموه بحال اللي كيبغي يعاونك كيشوفك كضرب لونغلي كيقول لك سير كم كيميك عليك فخلاني دخلت خلاني ندخل ديك البلاصه ماشي المره الاولى ماشي المره الثانيه اللي كندخل وكنسلس وكنمشي نشوف اللعابه اللي جاو نضرب معاهم التصويرات السيلفيات كندور كي قلت لكم ما لقيتش عبد الرحمن داكشي رجعت قال لك ما خلاوناش ندخل داكشي ايوا ما كتبش ما مشيتش للمنطقه ديال اللي كيخرجوا من اللعابه فين كانوا واقفين مجهين داكشي خرج من الباب العادي من دخلت انا اصلا اكتشفت في الاخير ان داك كلاوديو ماركيزيو اصلا ما جاش معاهم دخلت الانستغرام ديالو من بعد حيت طفى لي التليفون بسبب قلت انه بقى في سان بيترسبورغ قبل ما يسالي الفلوغ وعدتكم في الاخير ديال الفلوغ غادي نحيدو الطربوش باقي ما عرفتي والله باقي ما ولفت على راسي وقسما بالله عرفتي دابا هادي سيمانه باش ضربت التحسينه واقيله سيمانه باش ضربت التحسينه وكل مره كنشوف راسي في شي مرايه ولا كنطلع في السنسور ولا كندوش بلاصه كندير او هذا انا احسنت والله الا احسنت عاد كنتفكر باللي احسنت اكثر وحيد سعيد في الدنيا هو الوالد والوالده الوالد راه قال لي الله يرضى عليك
المهم حسنا واه تاني للجذاب دروك سمعنا الشيطان سمعنا الشيطان. المهم هادشي اللي كان في الفلوغ قلت لنا هاد الفلوغ يكون عجبكم. قبل ما نسالي الفلوغ بغيت نعطي واحد النصيحه. كنشوف مؤخرا في المغرب وسائل ديال وسائل التواصل الاجتماعي بصفه عامه وبصفه خاصه حتى الصحافه الالكترونيه ولات كتعطي اهتمام لاشياء تافهه. فنصيحه للاباء والامهات حاولوا ما امكن يعاونوا الابناء ديالهم يوجهوا من الاشياء اللي مزيانه من تحبب ليه قراءه الكتب وتفرج لشي حاجه اللي غادي تفيدو وفي نفس الوقت ما تحرموش عتاني من الترفيه ولكن الترفيه يكون واحد الترفيه لهادف يعني يستمتع ومع في نفس الوقت يستافد لان ما كيشرفناش هاد الانترنت ولا هاد الشيء اللي كاين في الانترنت المغربي مؤخرا والله الا حشومه بزاف. فاستمتع وتعلم وعيش حياتك في نفس الوقت. ما عمر الافاده ولا الاستفاده في الحياه كانت كتقتل المتعه ديال الحياه. بالعكس كاينين بزاف الناس كيديروا شي حاجه اللي كتعجبهم وكيستافدوا منها وكيستمتعوا وكتلقى سعيد في الحياه ديالك حيت انت اللي تقدر تلقى السعاده ديالك في الاشياء اللي كدير وكتعجب. هادشي اللي كان الفلوق ديال اليوم. معكم سمعي الكرام. كنتمنى تكون عجبتكم هاد النصيحه وكنتمنى تديروا بها. الله ونشوفكم في فلوق جديد. خصني شي قهوه. واحد كي فلوقي في 7 الصباح عيب الله. يلا تخيل معايا انا دابا كنقاد الفلوق ولا كندير اللمسات الاخر ديال الفلوق. خصنا نقادو القهوه الصباحيه. خصك ضروري تقاد القهوه في الصباح. تهلاو ويلي تانتوما كاع ما غنجيش ندير انا هكا. تهلاو Yeah we ain't sleeping at all yeah I'm seeing stars yeah gave me your number but I never called I got too faded off the way said your name but I forget now you lying in my bed and I'm just stuck at 1% in my hand ashes on my pants a message